بالظبط. طيب خلينا بقى طالما اتكلمنا عن محمد صلاح نروح لمباراة امس، ويعني ليفربول ومان سيتي، محمد صلاح وهالاند اللي عايز يسميها كده يسميها، عايز يسميها كده يسميها. على كل حال امبارح كانت حاجة ممتعة جدا انت بتتفرج بجد والله. الدوري الانجليزي على قد ما بيبقى فيه مشاكل، منها التحكيم بالمناسبة، هنتكلم أكيد عن النقطة دي، ان هو يعني تحس ان هو ازاي كده الدوري الانجليزي اللي هو اعظم واقوى دوري في العالم، ومع هذه الاخطاء التحكيميه والحكام هناك، لا في حاجه مش امبارح كانت اللقطه بتاعت الفاول دي مش طبيعيه ابدا، يعني لازم هنقف عندها. بس على كل حال بتشوف ازاي كانت المباراه، هل اصلا كانت متوقعه ولا لا؟ لان احنا كلنا كنا، ومش احنا بس، يعني ناس كتيره جدا من المحللين الرياضيين قال لك انا قلقان على ليفربول، انا قلقان على محمد صلاح، لان الصوره لحد دلوقتي ما كانتش افضل شيء. مظبوط. هي طبعا لو في العادي الماتش هو ده ماتش القمه اللي بقى كمان يمكن خطف الاضواء حتى من الكلاسيكو نفسه، يعني الماتشين بالظبط، كانوا في نفس الوقت خلاص لكن ما اغلب بقاش الناس فيه بقى كانت رايحه الكلاسيكو القديم ده. بالظبط. لكن يمكن ظروف السنه دي هي اللي خلت الامور كلها رايحه في اتجاه سيتي. سيتي ما خسرش ولا ماتش في الدوري، ضاع نقطتين بس بتعادل وحيد، واللي كان ماشي بشكل محترم جدا، على عكس ليفربول اللي ما كسبش غير ماتشين بس من بالظبط، الثمانيه اللي لعبهم، وعنده ازمه كبيره، واخر مباراه في الدوري كان خسران من ارسنال، وقبلها متعادل مع برايتون، فكان عنده مشكله في اكتر من حته يعني. فكانت المواجهه الكلاسيكيه بين جوارديولا وكلوب على الخط برضو كانت مديه الموضوع جوعد اكبر شويه، لكن كله كان متوقع ان سيتي هيكسب وهيكسب، كان الناس كمان خايفه من نتيجه كبيره. ظروف لعيبه ليفربول، كميه اصابات كبيره جدا، اخرها كان كمان ترينت الكسندر ارنولد وابراهيم كوناتي وماتيب، فاصبح عنده ثلاث عناصر في الدفاع مش موجودين مره واحده، اضطر انه يلعب بميلنر باك رايت وبجوميز كقلب دفاع، يعني عكس اماكن كتير قوي قدام. طبعا هالاند المتالق بشكل كبير جدا، وفيل فودن ودي بروينا، فكل التوقعات كانت رايحه في اتجاه سيتي، لكن كلوب ادار المباراه بشكل محترم جدا، قدر يوقف خطوره هالاند تماما، ما شفناهوش يمكن طول المباراه. فان دايك اللي كان بعيد من اول الموسم عن مستواه قدم صح احسن مباراه ليه في الموسم. صحيح. كل اللعيبه كانت في احسن مستوياتها، كل اللعيبه قدمت اعلى اللي عندها. صلاح قدر يخطف بطريقته المعتاده، يعني جون امبارح لو فاكرين جون ليفربول في يونايتد من 3 سنين، هي نسخه اليسون بيستلم، صلاح بيبتدي يجري يروح بيجري من قبل لاعبها له ما الكرة بالظبط، تجيله، بيبقى فاهم. متفقين عليها بس عارفين هيعملوا الفرق ايه. الوحيد اللي استجد بقى هو ساعة اللقطة اللي كان صلاح بيستلم فيها الكورة وبيدي وشه ليه المرمى المنافس، وطبعا جوارديولا نزل بالبلدي كده عارف بارك اللي على الأرض، هيحصل، صورة قال لك منتشرة خلاص جدا، انتهت. بارك على الأرض صريحة يعني. لأنه صلاح ضيع واحدة قبلها، وهو عارف إن صلاح مش هيضيع اتنين، يعني هو كلوب نفسه قالها في المؤتمر، يعني قال أنا لما ضيع الأولانية قلت لا التانية هيجيبها، فهو لا طبعا كانت لقطه جميله جدا. قدر بعدها كمان ليفربول يحافظ على الفوز في رغم الضغط الرهيب اللي اتعمله سيتي في الاخر. اللقطه اللي نرفزت كلوب اللي كانت لسه انا وانت بتتكلم عليها، ايوه لان صلاح كان رايح ورايح مش ممكن تقريبا داخل يعني، خلاص على المنطقه، وبرناردو عمل معاه حركه مصارعه يعني، خلاه هو شده من التيشيرت، ايه ده ايه ده، لدرجه دي الناس وحشه ليه افتكرت هو مش لصلاح يعني. بالظبط، الناس افتكرت لقطه راموس في ماتش ريال ايوه مدريد بتاع بصراحه الفاينل، طبعا وقدام الحكم والحكم قال يلعب، فده خلى كلوب اتنرفز بشكل كبير جدا واتطرد. هو اعتذر حتى بعد المباراه في المؤتمر، قال انا ما كانش المفروض اعمل كده، بس انا ما فهمتش هو ازاي جماعة دي لقطه تعادوا من اتعمل. عندنا ولا ايه؟ يعني في روايح كده طلعت من الشرق الاوسط ومنطقتنا العربية راحت على الدوري الانجليزي، يعني بقينا بنتكلم دلوقتي عن اخطاء تحكيمية، تخيل. بقينا بنتكلم عن الفار ان ساعات بتطلع منه حاجات عجيبة، ده اقول لك في وايه اللي حصل الماتش ده؟ اللي فات ليفربول وارسنال، الهدف الاولاني كان في شك كبير جدا ان هو اوفسايد على جابرييل جيسوس، والكلمه اللي اتقالت بعد الماتش كانت تضحك، قال لك اصل الكاميرات ما لقطتش، في كل كاميرات الاعاده ما كانتش شايفه جيسوس، فدي كانت حاجه تضحك جدا يعني. انت بتتكلم في اعلى دوري في العالم، طب ايه تاني؟ امبارح على فكره ماتش ارسنال وليز اتاخر ساعه الا ربع بسبب الموضوع ده، بعد ما الماتش بدا اكتشفوا ان السيستم مقطوع، يعني هو ما فيش، مش قادرين يتواصلوا مع عربيه الفار ده كتير. فوقفوا الماتش حوالي كده 45 احنا دقيقه، هناك ولا هنا واضح ولا ان احنا فين؟ عديناهم تقريبا، احنا عديناهم تقريبا بس. فلا هو في طبعا مشكله كبيره جدا في التحكيم في انجلترا، وانتقادات كبيره جدا، حتى امبارح كان في الهدف اللي جابه سيتي واتلغى، لكن الكره كانت ايوه اوفسايد واضح جدا، لكن كلوب يا سوري جوارديولا عمال يعترض لغايه النهارده، عمال يقول لا والكلام ده بيعدي وهو عليا انا على بس. نغمه واحده. لا بس فعلا، لا حاجه محتاج الواحد يعني علامه استفهام عليها كبيره، محتاجين نحللها كمان الفتره او هيبان في الماتشات اللي جايه، لان كان حتى في المواسم اللي فاتت اخطاء طبعا، بالظبط ولكن مش بهذا الكم الواضح في بالظبط. الدوري الانجليزي، معلش يعني مش بالشكل ده ابدا. الموسم ده في حاجه غريبه من بدايته هي فعلا شويه. لا في المشاكل كترت، هي اصل الازمه برضو ان اللي قاعد على الفار ما هو حكم، يعني برضو
في حاجات بتتدخل برضو، احنا مش عايز طبعا بيجيب لك اعلى تقنيه بقى يعني ادخلك جوه الملعب بقى بالظبط يعني هو المفروض يعني والمفروض ان يعني حتى اللائحه بتاعت الفار كده بتقول ان هو عشان تغير القرار لازم يكون كلير اند اوبفيوس ايرور، يعني مش ما ينفعش انك تقعد بقى تقول لي اصل في 2 مللي اصل في مش يعني المفروض لو ده لازم يبقى ايرور كبير قوي من الحكم عشان تغيره.